على بعد 40 كيلومترا من حمص وعلى الجهة الشرقية من بلدة ربلا برف القصير يقع دير النبي مار الياس الذي يعتبر قبلة دينية واجتماعية لكل السوريين ويستقبلهم في كل عام بحلة جديدة. وبالتزامن مع عيد الدير تم افتتاح القسم الأول من الكنيسة وحديقة الألعاب ببركة وحضور غبطة البطريرك يوسف الأول عبسي بطريرك أنطاكيا والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك والكاردينال ماريو زيناري السفير البابوي في سوريا والمطران يوحنا عبد عربش مطران حمص وحماة ويبرود للروم الملكيين الكاثوليك وحشد ديني وشعبي. سيدنا معروف بالأسقف المطران البناء صار له 10 سنين وأكثر عم يبني الأبرشية من جديد وأجا اليوم كمان يورجينا قديش ربنا عم يساعد حتى نقدر نقوم بواجبنا تجاه بلدنا نخدم أولادنا في كل سوريا. بمناسبة عيد النبي مار الياس الحي، هذا النبي الذي يؤمن به جميع الأديان وجميع الطوائف، نقول لهم أن أبواب هذا الدير عادت من جديد لتنبض بالحياة بفضل جهود المحسنين والمحبين والشباب العاملة. تخلل الاحتفال رسيتال أحيته جوقتي كنيسة مار الياس ويبرود تضمن تراتيل دينية من وحي المناسبة وأغاني وطنية. كل سنة نحن منجي من يبرود بهالمناسبة وعيد ودير مار الياس كل سنة منشوفه أحلى من سنة بهمة الناس اللي عم يساعدوا فيه ويجددوه. بحب أقول كل عام وانتم بخير، بحب وجه تحية للجيش العربي السوري بالدرجة الأولى اللي حرر هذا الدير ونحن منفتخر فيه ونعتز فيه كتير. الاحتفال الذي يقام للسنة الرابعة على التوالي يأمه الزوار من كل حدب وصوب ممن يحملون في قلوبهم دعوات الحب والسلام. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من دير النبي مار الياس بريف القصير.